يقال ان الخشاف يختمر بعد 5 أيام وحينئذ يحرم تناوله. يحرم تناول ما كان فيه كحول، والكحول ده كربون وأكسجين متركبين مع بعض. لو الكربون اتفصل عن الأكسجين بقى خل، والخل النبي قال نعم الأدم الخل. يبقى إذن أصل الخل إيه؟ أصله كان خمرة. طب وما ليه اللي حلله؟ إنه ما بقاش خمرة، راح بح اتحلل، الكربون راح في حتة والأكسجين راح في حتة تانية، وعمل حمض الخليك. خليك كده انت على طول. فأصبح حمض الخليك ده الأطيب الطعام. فعلشان نشوف الحد ما بين الحرام والحلال، الحرام اللي هو الكحول الإيثيلي ده حرام، قليله وكثيره، خمرة. الخشاف ده لما يتساب 5 أيام بعيد عنكم بره التلاجة. دلوقتي في حاجة اختراع كده عملوه اسمه تلاجة، والتلاجة دي لما تحط فيها الخشاف والله 100 سنة ولا يحصل له حاجة. إنما البكتيريا لما تحط الخشاف ده وكمان مكشوف لمدة 5 أيام يبقى انت اصلك عايز تتسطر. ما هو محدش يعمل كده لانه هيبوظ ويبقى ايه؟ بعد ما هيبوظ هيبقى بوظه، يعني هيبقى حرام. ادي الحكايه. فده ما بيحرمش الخشاف. الخشاف اللي في الثلاجه ده اديله 20 يوم وما حصلوش حاجه، لان درجه الحراره بتمنع فعل البكتيريا. اما ابو 5 أيام ده كان زمان كده كنا نعمله ونحطه في النملية فناكله في خلال 3 أيام على طول. وكان هو في طريقتين، اذا حب حد يعني يبقى عنده او الستات عايزة تتعلم يعملوا الخشاف ازاي، يا اما يغلوه ويبردوه يا اما ينقعوه. فالنقيع ده كان ياخد له يوم. امال الغليان يعمل ايه؟ يسرع المسألة دي علشان الضيوف جايين على المغرب وعايزين نقدم لهم خشاف. ادي الحكاية. انما فلسفة زيادة على اللزوم ملهاش داعي.